متابعو تلفزيون سوريا على منصات التواصل الاجتماعي، تحية طيبة. أنا هادي تعطي مراسل تلفزيون سوريا في منطقة عفرين، واليوم نحدثكم من مركز سوق الهال الرئيس هنا في مدينة عفرين. هذا السوق الذي تخرج منه البضائع، نتحدث هنا عن الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية، والتي من هنا تباع إلى المحلات التي تبيع بشكل مفرط، ومنها إلى المستهلك. اليوم يعني وبعد الارتفاع الكبير والمتصاعد بأسعار هذه المنتجات التي وصلت إلى حدود يعني ربما يعني قياسية مقارنة بأسعارها خلال السنوات السابقة، تحدثنا عن مواد أساسية مثل البندورة والباذنجان والكوسة، اليوم تشهد انخفاض نسبي بأسعار هذه المواد، لا للتغيرات متعلقة بالجمرك وغيرها من هذه الأمور، وإنما بسبب يعني توفر كميات كبيرة منها، كونها أصبحت يعني بأسعار مرتفعة، فكان هناك حالة من العزوف عن شراء هذه المنتجات، وبالتالي كان هناك يعني كانت موجودة بشكل أكبر، أي أتحدث هنا عن العرض والطلب، فالكميات الكبيرة من هذه المنتجات المعروضة في السوق تسببت يعني بانخفاض نسبي بأسعارها. أتحدث هنا مثلاً يعني سعر كيلو الباذنجان قبل يومين أو البارحة وصل إلى 30 و32 ليرة، اليوم وصل يعني أو انخفض إلى تقريبا 17 ليرة تركية. البندورة أيضا كذلك وصلت إلى أكثر من 20 ليرة، اليوم تقريبا يعني سعرها من 12 ليرة إلى 16 ليرة. ولكن هنا مشكلة يتحدث عنها التجار هنا في هذا السوق، بأن التاجر هنا عندما يقوم بشراء يعني شحنة من هذه المنتجات الزراعية، فإنه يبيع بأرباح تعتبر أرباح منخفضة، أرباح بسيطة يعني ربما لا تتجاوز القروش بالنسبة للكيلو، ولكنه يبيعها إلى يعني محلات المفرق، وكما يقول هنا التجار بأن أصحاب المحال المفرق ولأسباب عديدة منها يعني تعظيم هوامش الربح هي ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يعني هنا يتحدث التجار بأن سعر كيلو البندورة اليوم يباع بتقريبا 13 ليرة في المحال المفرق، أي للمستهلك بشكل مباشر تباع بأكثر من ذلك بكثير. يتحدثون بأن الأرباح التي يضعها تاجر أو يعني صاحب المحال التجارية الصغيرة هي أرباح كبيرة مقارنة بالأرباح التي يقوم بوضعها هنا تاجر الجملة، لأنهم يعتمدون طبعا على البيع بكميات كبيرة، وبالتالي يعتمدون على أرباح قليلة ولكن بكميات كبيرة. أما تاجر أو أصحاب المحال التجارية الصغيرة فإنهم يضعون مبالغ أكبر على كل كيلو من هذه المنتجات. ولكن بالمجمل هناك يعني حالة من انخفاض نسبي بالأسعار، نتمنى أن تكون هناك يعني انخفاض أكبر، خصوصا وبأن هذا العام قد تأثرت يعني المنطقة على الرغم من أنها منطقة زراعية ويفترض أن تغذي هذه المناطق الزراعية هذه الأسواق، ولكن بسبب موجات الصقيع التي ضربت المنطقة، موجات الصقيع المتأخرة طبعا هي التي تسببت بأضرار كبيرة بالمستوى بالخضروات، وخصوصا هنا نتحدث عن الخضروات المتعلقة بال يعني الحشائش البقدونس والكزبرة وغيرها من هذه الأمور، فيعني كانت متضررة بشكل كبير. بالإضافة أيضا إلى ذلك يعني منتجات مثل البول والبازلاء، هذه المنتجات يعني تضررت بشكل كبير والتي يفترض أن تغذي السوق، ولكن بسبب موجة الصقيع فإنها يعني تقريبا تعرضت للكساد بنسبة كبيرة جدا. هنا حركة السوق، طبعا نحن بوقت يعني متأخر تقريبا على افتتاح السوق، لأن السوق يعني يتم افتتاحه وتأتي البضائع أو المنتجات تأتي صباحا وباكرا. تشاهدون الحركة الآن، يعني هناك طبعا بعض الأهالي يأتون إلى السوق ويشتروا منتجاتهم من هنا علها تكون أقل سعرا من المحال الموجودة في داخل المدينة. لتلفزيون سوريا ومن سوق الهال في مدينة عفرين كان معكم هادي.